الأحياء والقرى والمداشر حالياً الآلاف من المناصرين الجدد لمشروعها الوطني الثوابتي، والحمد لله على منه وتوفيقه بما يجدد ويؤكد ثقتنا في النهج الذي تسير عليه حركتنا ويعزز طموحنا القوي في البقاء في صدارة المشهد السياسي، وتفاؤلنا الكبير في نجاح مشاركتنا في الاستحقاق الانتخابي للمجلس الشعبي الوطني يوم 12 جوان بإذن الله. أيها الحضور الكريم، أمامنا مواضيع مهمة واستحقاقات انتخابية على غاية من الأهمية سنناقشها اليوم في هذا المجلس الموقر، التزاما بنهج الشورى والديمقراطية الذي دأبنا على اتباعه داخل هياكل الحركة عبر الاستماع لوجهات النظر المختلفة دون إهمال أو تهميش لأي رأي أو موقف من خلال إدارة الخلاف والحوار والانضباط لما تتفق عليه الأغلبية مما يبرز مدى تجذر حركتنا في ثقافة الديمقراطية ورفضها أسلوب التسلط والحكم الفردي والقرارات الفوقية. أيها الأفاضل، نحن نعيش مرحلة هامة من تاريخ الجزائر ستعرف قريبا تنظيم انتخابات تشريعية نتطلع لأن يشارك فيها الشعب الجزائري بكثافة، وأن تكون شفافة ونزيهة وذات مصداقية لأجل أن يسلم بنتائجها الجميع، كي تصنع في المنطقة لدولتنا محورية ريادية بالتاريخ والجغرافيا والثقل السياسي والسكاني، وكذلك بالتمثيل الشعبي النزيه والقيادة الوطنية المنبثقة عن صناديق الانتخاب. إن قطار الإصلاحات الذي انطلق من تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة ومكننا من تنصيب رئيس للجمهورية، ومكن حينها من استعادة الشعب لجمهوريته المختطفة بتنصيب رئيسا للجمهورية، سيواصل مساره بتنظيم قريب انتخابات برلمانية ومحلية. نرى في حركة البناء الوطني أنها تتطلب أولا ضمان التنافسية الشريفة، وعليه نقترح اعتماد ميثاق الشرف الانتخابي للحفاظ على نزاهة الانتخابات. ثانيا، تقديم مشاريع برامج تنموية واقعية تهتم بالمستقبل التنموي للوطن، ولذلك نوصي بإطلاق حوار اجتماعي واقتصادي يناقش تحديات المرحلة وانعكاساتها ويقترح الحلول المناسبة لتجاوزها. ثالثا، تحقيق التوافق والتكامل على المصالح العليا للبلد بين كل مكونات الوطن. لذلك ندعو إلى مواصلة الحوار السياسي الذي بدأه رئيس الجمهورية وبشكل واسع ومستمر، يهدف لتحقيق تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز تلاحمها مع مختلف مؤسسات الجمهورية من أجل تحسين القرار الوطني والحفاظ على السيادة الوطنية واستكمال تجسيد ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي المليوني الأصيل غير المؤدلج ولا الفئوي. أن يكون الوزراء أقوياء رجالا ونساء، رجال دولة يستبقون الخطط، قادرون على المبادرة وإدارة العملية السياسية بشكل متزن ومتوازن، بعيدا عن ثقافة الدشرة وحسن وضع السياسات وتصميم البرامج القطاعية، لا سيما في الجانب الاقتصادي وضمان استقرار المؤسسات. إننا على يقين راسخ بقرب تجاوز الجزائر لمحنتها المتفاقمة نتيجة وباء كورونا، وما كانت لها من تبعات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي، وأخرى سياسية مرتبطة بالمناكفات السياسية حول آليات الانتقال الديمقراطي
بين المدافعين عن المسار الدستوري والحفاظ على مؤسسات الجمهورية بهدف تعزيز الديمقراطية المسؤولة الضامنة لأمن الوطن واستقراره وصون سيادته، وبين دعاة المرحلة الانتقالية التي تطعن في مؤسسات الدولة الجزائرية بعيداً عن خيار الصندوق تحت حجة ضرورة التوافق. إنه يحدون أمل كبير بنجاح نضالنا المستميت مع إخواننا من القوى الوطنية، الرجال الأحرار دعاة حماية الوطن ونساء وحرائر الجزائر الموحد تحت راية الوفاء لرسالة نوفمبر والدفاع عن ثوابت هذه الأمة والمحافظة على النسيج المجتمعي متماسكاً وتغليب مسار التغيير الآمن لاستكمال الإصلاحات التي يتطلع إليها شعبنا العزيز وتمكينه من استعادة سيادته وممارسة حقه الكامل غير القابل للتصرف في اختيار من يمثله ويمارس سلطته باسمه ليحقق له جزائر الحرية والعزة والعدالة الاجتماعية والكرامة التي ينشدها من أجلها خرج الملايين للمطالبة يوم 22 فبراير. أيها الأفاضل، إننا نشعر اليوم بحق بثقل وأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا وما يكتنفها من تحديات، بل ومن مخاطر داخليا وخارجيا تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها. وعليه يتوجب علينا أحزابا وشخصيات وجمعيات وطنية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وإعلاميين ومثقفين وأئمة ومفكرين توحيد الصف الداخلي وتمتينه ووضع حد لحالة الفرقة والتشتت والحرص على التعاون والتضامن وتعزيز العمل المشترك والوقوف في هذه اللحظة الحارجة إلى جانب الدولة الجزائرية ومؤسسات الجمهورية في إطار المصلحة العليا للوطن الواضحة والمتفق عليها لتوفير المناخ المستقر لتنظيم الانتخابات التشريعية ومن ثم الانطلاق في تحدي جديد وهو وضع أسس لشراكة سياسية اقتصادية واجتماعية برؤية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية. إن الانعكاسات السلبية لأزمة كورونا وتدهور أسعار الصرف بدأت تتجلى تداعياتها بشكل مقلق على حياة المواطنين الذي دب فيهم شعور عدم الاطمئنان رغم إجراءات عاجلة اتخذتها سلطات هذا الوطن، إذ سجلنا ارتفاعا تصاعدي للتضخم في الفصل الأخير من سنة 2020 بحيث انتقل من 2% في سبتمبر إلى 2.2 في أكتوبر إلى 2.6 في جانفي، مما أدى إلى تزايد تآكل القدرة الشرائية، كما أن استمرار تدهور سعر الصرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، فمثلا في جانفي 2020 وجانفي 2021 انتقل اليورو من 1.33 إلى 1.68. سوف يدفع بالتضخم إلى مستويات لا محالة أكبر من ذلك في الأشهر المقبلة، مما يحتم علينا استغلال هذا الانخفاض في العملة لزيادة الصادرات خارج المحروقات. وعليه نعتبر في حركة البناء الوطني أن الوضع القائم الاقتصادي والاجتماعي يفرض على الحكومة ولا سيما الوزراء المعنيين وبشكل ملح اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة للحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن، كما يقع على عاتق الطاقم الحكومي مباشرة جملة من الإجراءات نراها ضرورية لنجاعة أكبر في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب بالكرة الأرضية جمعاء، بحيث نسعى لوضع خطة للإنعاش الاقتصادي تزامن مع تحسن الظروف الصحية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، استغلال الانخفاض المسجل في الدينار لزيادة الصادرات خارج المحروقات
منافسة من حيث السعر في الأسواق الدولية، استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية بتوفير البيئة المناسبة وتحسينها، وإعطاء الضمانات والتطمينات لرجال المال والأعمال، ومراجعة التحفيزات بإعفاءات جمركية وضريبية طويلة المدى وأكثر واقعية. رابعاً، تحريك مسار استئناف النشاط الاقتصادي للمتعاملين الاقتصاديين، وتوسيع التسهيلات البنكية باتجاه الأنشطة الاستثمارية. خامساً، إشراك المتعاملين الاقتصاديين في أي إصلاحات للقوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي، خاصة قانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية. سادساً، مواصلة إصلاحات منظومتنا البنكية واتباع عمليات واقعية لإدماج الأموال خارج الدائرة المصرفية، بحيث نسجل بكل أسف ارتفاع بنسبة 12% من ما يقارب 50 مليار دولار نهاية 2019 إلى ما يقارب 61 مليار دولار في نهاية 2020. سابعاً، تسريع الصرافة الإسلامية وتعميمها على أكبر عدد من الوكالات البنكية العامة. أعطينا المعرفة. وفي إطار التحضيرات لشهر رمضان المعظم، وبهدف الوقوف إلى جانب المواطن في معاناته اليومية، فإننا في حركة البناء الوطني نطالب بإجراءات عاجلة وذات فعالية لحل أزمة زيت المائدة، وإعادة النظر في قانون المنافسة بما يمنع الاحتكار، لا سيما في ضروريات المواطن من زيت وسكر ودقيق وغيرها. وندعو لتسريع عملية دخول مصنع جيجل للزيوت الذي استرجع من أيدي من ثبت في حقه محكاك من قضائية بفساد مالي لمرحلة الإنتاج، لتمويل السوق الوطنية والقضاء على المضاربة وتخفيف الاحتكار. نطالب برفع سقف المساعدات المالية لرمضان الموجهة للعائلات المعوزة بما يراعي التضخم المسجل، وندعو لفرض رقابة صارمة في مواجهة أي محاولات للتلاعب بها أو تأخير دفعها. نهيب بالمحسنين وأرباب المال وأهل الخير والمجتمع المدني المفيد، وليس الذي يجرى وراء الانتخابات، بتخفيف آلام العائلات المحتاجة بتشجيع التضامن والتكافل. أيها الأحبة، لقد برهنت حركة البناء الوطني وما زالت تبرهن عبر سياستها ومواقفها على أن حرصها على الجزائر التي هي أمانة في أعناقنا أهم من حرصها على مصلحتها الحزبية الضيقة، وبخاصة ونحن نستشرف مرحلة فاصلة من تاريخ بلدنا يسترجع فيها الشعب بمشيئة الله سيادته وشرعيته على مؤسساته التي ستفصح عنها صناديق الاقتراع. أيها الأفاضل، إن الذين يوجهون سهامهم نحو حركة البناء الوطني في تحامل غير مسبوق، وما يسعون إليه من محاولات لتقسيم المجتمع الجزائري والتفرقة بين فئاته عبر تغذية النعرات الجهوية، وما يبشرون به من فوضى وصراعات وتحارب أهلي لغرس اليأس وتخويف الشعب الجزائري من المستقبل القادم، ظناً منهم أنهم بإمكانهم أن يستدرجوننا إلى ساحة حربهم، يراهنون يأساً على إرباكنا ثنينا عن مواصلة نضالنا وجهودنا إلى جانب إخواننا في القوى الوطنية الغيورة والحريصة على مستقبل الوطن. إنهم مخطئون في تقديراتهم ومتوهمون ولا يعرفون أبناء حركة البناء الوطن، فلن نتزحزح عن رسالتنا ولن نتزحزح عن أداء ما يفرضه علينا واجبنا وولاءنا لوطننا بكل صدق وإخلاص ودون أي طموحات. وعلى التأكيد على وحدة الشعب الجزائري والدفاع عن هويته وثوابته الوطنية وعن تعزيز تلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي
سليل جيش التحرير، الحصن المنيع والدرع الواقي الذي تتحطم عليه كل المحاولات المعادية، والعمود الفقري لاستمرار الدولة الجزائرية وعن دفاعنا عن مؤسسات الجمهورية لتعمل في إطار الدستور وقوانين الجمهورية بانسجام وتوافق تام. أيها البائسون، لقد راهنتم على تأجيل الانتخابات والتمديد لبوتفليقة وفشلتم، وراهنتم عن عقد أعيد، لقد راهنتم على تأجيل الانتخابات والتمديد لبوتفليقة وفشلتم، وراهنتم عن عقد ندوة وطنية توافقية بشهر جانفي 2019 لتشكيل مجلس تأسيسي وفشلتم، وراهنتم ضد أن تتحرك إرادة الشعب يوم 22 فبراير حينما دعمناها وفشلتم، وراهنتم على المرحلة الانتقالية وفشلتم، وراهنتم على إفشال الانتخابات الرئاسية وفشلتم، وراهن بعضكم على الاستقواء بالأجنبي وفشلتم، وراهنتم على صراع مؤسسات الجمهورية وفشلتم، وراهنتم على إرباك المؤسسة العسكرية وتوسيح ساحة تكليفاتها وفشلتم، وراهنتم على الانتخابات الرئاسية مسبقة بحجة عجز رئيس الجمهورية وفشلتم. من باب الإنصاف أشهد لكم أنكم نجحتم، نعم نجحتم، لقد نجحتم في الفشل، في الفشل. وإدارة الفشل وإنتاج الفشل والصبر على الفشل والمثابرة على الفشل، وأصبحتم منظومة كاملة في الفشل وفي توريث السخط وثقافة الحقد والتباكي أمام المنابر الأجنبية والاستقواء بالأجنبي، لكن وبصدق أحترم فيكم أنكم محاربون ولا تيأسون رغم أنكم مخطئون وتفتقدون لأي سند شعبي إلا سند المنابر الأجنبية وليس الوطنية. أقول لكم اليوم إن شعبنا الأبي قادر على التمييز بين الذي يخلص لوطنه ويخدم شعبه والذي يتآمر عليه وينفذ ربما أجندات أسياده، ولذلك فإننا ندعوكم اليوم لاحترام ذكاء الشعب الجزائري المتفطن لمؤامراتكم ودسائسكم وتوفير الجهد عليكم، لأنكم خاسرون لا محالة وخاسئون. أيها الأحبة، إن مسار التغيير الإيجابي في كنف الأمن والاستقرار الذي تبنيناه وناضلنا من أجله عبر مقارباتنا في تجديد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود بالدفع نحو إصلاحات عميقة ترقى إلى تطلعات الحراك الشعبي الأصيل، نعتقد أنه حقق العديد من المكتسبات والإنجازات، ونسعى مع جميع الصادقين من هذا الوطن لتحقيق المزيد، لأن مسيرة التغيير نحو المستقبل ما زالت طويلة، وندرك أنه يجب علينا الصبر ويجب علينا التغيير الآمن، وندرك أن القوى المتربصة بالجزائر وبالتحول الديمقراطي لن تيأس من محاولة إرباك مسارنا. إننا في حركة البناء الوطني نعتبر أن إسقاط التمديد لبوتفليقة وإعلان الحرب ضد عصابة الفساد وتنظيم انتخابات الرئاسية وإجراء إصلاح للمنظومة الدستورية وتنصيب هيئة مستقلة للانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات بالأمرية التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخرا أهداف كبرى قد تحققت في ظروف صعبة أكيد ليست بالشكل الذي نطمح إليه وننشده، ولكن نعتبر تلك الإصلاحات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح يحتاج إلى مراجعة مستقبلية وتحسين بعد استكمال بناء المؤسسات. وها نحن اليوم وبحمده تعالى نمضي قدما نحو صوت آخر من أصوات التغيير
بتنظيم انتخابات تشريعية وولائية وبلدية تستوجب من الجميع من جميع المخلصين لهذا الوطن مواصلة الجهد للتعاون ولاستكمال كل مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها بوضوح في حراكه الأصيل الحضاري والتاريخي وليس الحراك المؤدلج الذي يخالف آراء ومطالب أغلبية الشعب الجزائري. إننا اليوم مع تحدي جديد وهو خوض غمار الاستحقاقات القادمة، وأريد من خلالكم التأكيد أننا في حركة البناء الوطني لا زلنا متمسكين بضرورة العمل مع الجميع الخيرين في هذا الوطن من أجل تحقيق بناء دولة حديثة تقوم على أسس بيان 1 نوفمبر وقيم الحرية والعدالة وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية تحت عنوان الجزائر الجديدة. إن مبادرتنا الجديدة تهدف لتشكيل تحالف انتخابي قوي من الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني نخوض به الاستحقاقات القادمة، يمتد لداخل البرلمان ويكون قوة طلائعية تحرص على وحدة هذا الشعب وخدمته وانسجام مؤسسات دولته. مشروعها هو تحقيق استقرار أمني وإحداث وثبة تنموية واقتصادية. إن قطار الإصلاحات قد انطلق ولن يتوقف بإذنه تعالى ثم بإرادة هذا الشعب، وستكون الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتحقيق التغيير المنشود ببروز برلمان منتخب يعزز الشرعية ويستكمل الإصلاحات، بإفراز البرلمان الجديد لأغلبية تفضي إلى حكومة سياسية لها القدرة على تعبئة كافة الطاقات الوطنية بإعطاء فرصة للشباب الغير المهيكل. نكتفي إذن مشاهدينا بهذا القدر. كانت هذه كلمة رئيس حركة البناء خلال أشغال الدورة العادية للمجلس.